No! Yes! No, no. Yes! Yes! No! من فضلك رمضان بيه موجود؟ خير يا فندم. لو سمحت تبلغوا ان المراكب وصلت والبضاعة موجودة في المخازن وكله تمام التمام. هنبلغ سعادته حاضر يا فندم. ممكن اقابله 3 دقايق لو سمحت. اتفضل سعادتك استنى دورك. انا عارف ان وقته تخين جدا سمين جدا ومعلش انا عايز 3 دقايق بالظبط. نقول له مين يا فندم؟ قول له السيد رئيس مجلس ادارة الجمارك العليا. اهلا وسهلا يا فندم. اتفضل سعادتك استريح. ثواني. من فضلك يا ريت. تعرفت الجمارك بالنسبة للسيارات بقى كام دلوقتي؟ هو هنا ما حدش يفتح بقه. سلام عليكم. ربنا يديك الصحة. ربنا يديك الصحة كده ويخليك. ألف سلامة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اتفضل أستاذ علي الدور. أيوة سعادتك. اتفضل. السلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا بيك. اتفضل استريح. اسم السيادة. عبد السميع ابراهيم. اهلا استاذ عبد السميع. استاذ عبد السميع ابراهيم. عبد السميع ابراهيم. سيادتك دفعت الشهر اللي فات 1000 جنيه. مظبوط يا فندم. انا اسف. اسف؟ انا في منتهى الاسف. الحقيقه ما كنتش احب اتحط في الوضع ده. لكن سيادتك عارف ان التجاره الحلال البلال على دي وعلى دي. ايه اللي حصل؟ ال 1000 جنيه خسرتها؟ ضاعت عليا؟ اعوذ بالله، اعوذ بالله يا راجل ما تقولش كده. يا استاذ عبد السميع انا كنت اتمنى ان الالف جنيه بتوعك يكسبوا 1000 جنيه زيهم الشهر اللي فات. ايه اللي حصل؟ طمني. اللي حصل يا استاذ عبد السميع ان السوق كان نايم شويه اليومين اللي فاتوا دول. وبعدين؟ وبعدين يا سيدي الالف جنيه بتوعك ما كسبوش غير 1000 جنيه زيهم بس ناقصين جنيه. ناقصين جنيه؟ وقعت قلبي يا راجل. عايزني اكسب 1000 جنيه ناقصين جنيه في شهر واسعد؟ انا بكرر اسف. حقيقي. اتفضل يا سيدي. ادي ال 1000 جنيه اللي انت دافعهم وادي 1000 جنيه ناقصين جنيه. ربنا يخليك، ربنا يسترك في مالك، دي حاجه ولا السحر. سحر ايه يا راجل؟ اعوذ بالله. انا جاي لك بكره ومعايا عيلتي كلها. سلام عليكم. تشرفوا. مع الف سلامه. انا بأكرر اسف. اللي بعده يا ريمون. اتفضلي اتفضلي. استنى. سعيدة يا جوز بنتي. أهلا يا عيش. إيه ده كله؟ إيه ده كله؟ كل ده يطلع منك؟ خير. خير؟ دي الناس كلها بتتكلم عن اللي أنت بتعمله. خد. إيه دول؟ زيختي تمنتها النهارده جابت 8000 جنيه. شغلهم لي. عايزاهم امتى؟ لا 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 انا مش مستعجلة عليهم. خليهم ماشيين في الساقية كده زي التانيين. عايزاهم يتكاثروا يعني، يخلفوا صبيان وبنات. وانا عامل زي المغفلين، احطهم واخدهم بعد شهر ولا اتنين اهم شغالين. على رأيك يا حماتي. المهم وصل لي كام منك لغاية دلوقتي؟ ما تعدش يا حبيبي، هو في فرق بيننا؟ لا 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 كله بالحساب، انا احب الحساب قوي. اعملي معروف. شوف يا ستي، قولي نص فدان ادي 16000 والنص بيت ادي 9000 وادي 8 يبقى كله 33. قولي 35 عشان يبقى رقم صحيح. مفيش فرق بيني وبينك. متلكن. مش كده؟ متلكن وعليها زي ايه؟ انا عارفه يا اخويا ده بابوس. بكره تروح. انا رايك بكره تروح. عن اذنك يا اخويا عشان الحق اطبخ لك. مع السلامه. اللي بعد. ايه دي؟ مين دي؟ نسيته رمضان بيه. غضروف. غضروف مين؟ اللي كان معانا في سويسرا. احنا عمرنا رحنا سويسرا دي؟ السجن. غضروف. ازيك يا غضروف؟ الله يخليك يا بيه. اهلا اهلا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وخرجت امتى من سويسرا؟ امبارح بس، ورجلي حبت لما عرفت علومكم، قلت اجي عشان اكل معاكم لقمة عيش بالحلال. اهلا وسهلا. عايز تشتغل معانا؟ انت كنت شغال ايه قبل كده؟ نشال ميتين يا بيه. نشال ايه؟ نشال ميتين. وعايز تشتغل معانا؟ عايز تشتغل معانا ايه؟ بتعرف تقرا وتكتب؟ ما اعرفش اقرا وكتب. عندك سمعه؟ ما عنديش سمعه. بتفهم في اي حاجه؟ ما بفهمش في اي حاجه. عينوه في مجلس الاداره.